بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم يا رب العالمين، نسألك برحمتك وفضلك وجودك وكرمك، متوسلين بحبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أن تحقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت السميع العليم، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك يا ربي رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم من أرادنا والمسلمين بكل خير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأهلكهم بأنفسهم يا رب العالمين. اللهم اشغلهم بأنفسهم وأهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين حب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا وآل بيت نبينا وذرياتنا والمسلمين أجمعين، واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين أمين، في فقه السادة الشافعية. ونحن اليوم الجلسة الثالثة في فصل في أحكام الإجارة. ويقول في الهامش: وهي بكسر الهمزة في المشهور، وحكي ضمها، وهي لغة اسم للأجرة، وشرعا عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، وشرط كل من المؤجر والمستأجر الرشد وعدم الإكراه، وخرج بمعلومة الجعالة، وبمقصودة استئجار تفاحة لشمها، وبقابلة للبذل منفعة البضع، فالعقد عليها لا يسمى إجارة، وبالإباحة إجارة الجواري للوقت، وبعوض الإعارة، وبمعلوم عوض المساقاة. ولا تصح الإجارة إلا بإيجاب كأجرتك، وقبول كاستأجرت. وذكر المصنف ضابط ما تصح إجارته بقول: وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كاستئجار دار للسكنة ودابة للركوب، صحت إجارته وإلا فلا. وإحنا وقفنا لحد هنا في الكلام في الحاشية، هنبدأ النهاردة من قوله: ولصحة إجارة ما ذكر شروط. ذكرها بقوله: إذا قدرت منافعه بأحد أمرين، إما بمدة كأجرتك هذه الدار سنة، أو عمل كاستأجرتك لتخيط لي هذا الثوب، وتجب الأجرة في الإجارة بنفس العقد، وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشترط فيها التأجيل، فتكون الأجرة مؤجلة حينئذ. هنحاول ايه نخلص لحد هنا، ولو عندنا وقت تاني نبقى نقرا الباقي. يبقى هنتكلم هنا على شروط الصحة، شروط صحة الإيجار. قول: ولصحة إيجارة ما ذكر، اللي ذكروا ان لابد ان ايه، ان تبقى الإيجارة اما على منفعة او على عين، وتكون هذه المنفعة مقصودة، وان تكون مباحة، وأن تبقى العين بعد الاستعمال، وأن تكون بمدة معلومة وبأجرة معلومة. بعد ما ذكر الحاجات دي قال:
ولصحة إجارة ما ذكر شروط ذكرها بقوله ولصحة إجارة ما ذكر شروط. لا يخفى أن الجر والمجرور خبر مقدم، كلمة لصحة مش ده جر ومجرور، يبقى ده خبر مقدم، لأن ما ينفعش نبتدي المبتدأ ويبقى جر ومجرور شبه جملة، ما ينفعش. فطالما بدأ بشبه جملة فيبقى ده يبقى خبر، أو الحقيقة يسموه متعلق بخبر، يعني الشأن لصحة كذا. لكن على أي حال ده وجه تاني في الإعراب بالاختصار، يقول إن الجر والمجرور ده خبر مقدم، ولصحة إجارة ما ذكر المبتدأ يبقى شروط، يبقى شروط ده مبتدأ مؤخر، وشروط مبتدأ مؤخر. وفي بعض النسخ وصحة إجارة ما ذكر مشروطة بشروط، وعلى هذا فصحة تبقى مبتدأ. يقول وفي نسخة تانية بيقول وصحة إجارة ما ذكر مشروطة بشروط، في النسخة التانية ما يقول وصحة إجارة، صحة دي تبقى إيه؟ مبتدأ. وهل يجوز الابتداء بالنكرة؟ هنا مش نكرة لأنها مضافة، يقول وصحة إجارة، فإجارة مضافة فأخرجتها من التنكير لأن لا يجوز الابتداء بالنكرة، ويبقى مشروطة تبقى دي خبرها. وقول ذكرها أي ذكر المؤلف بعضها، لأنه لم يذكر إلا واحدا منها، وهو التقدير بأحد أمرين كما يعلم من كلامه. وقال بعضهم أراد بالجمع ما فوق الواحد، لأنه لم يذكر إلا اثنين، ولعله نظر للأمرين معا، وفيه نظر لأن الشرط التقدير بأحدهما، فإن الجمع بينهما مبطل كما سيأتي. بيقول ولصحة إجارة ما ذكر شروط ذكر بقول إذا قدرت منافعه بأحد أمرين، إما بمدة أو عمل، لكن ما ينفعش يشترط مدة وعمل في حالة واحدة، كويس؟ يا إما يحدد المدة يا إما يحدد العمل، لكن ما ينفعش يجمعهم الاثنين على حاجة واحدة. وهنقول ليه ما ينفعش يجمعهم الاثنين على حاجة واحدة في أثناء الشرح. قول إذا قدرت منافعه بأحد أمرين، أي إذا قدرت في العقد منافعه بأحد أمرين. أما لو جمع بين الأمرين كأن يقول اكتريتك يعني استأجرتك، كلمة اكتريتك يعني استأجرتك، لتخيط لي هذا الثوب بياض النهار، يبقى هنا حدد العمل وحدد المدة الاثنين في وقت واحد، حدد محل العمل اللي هو هذا الثوب، والمدة قال له بياض هذا اليوم، يبقى حدد الاثنين. فلا يصح. ليه لا يصح؟ لأن العمل قد يتقدم وقد يتأخر، أي شأنه ذلك، ممكن يبقى اليوم ده يعني ما يكونش عنده أي آلام ولا حاجة شغلاه فيخلص بسرعة، ممكن اليوم ده يجيله مغص، يجيله ألم، يتصلوا بيه حصل مشكلة، طب هيعمل ايه؟ تحصل ظروف. حتى نفس العمل لو ما جالوش أي طارئ، أحيانا الواحد يعمل عمله ويبقى مسرع فيه، وأحيانا تلاقيك بتعمل عملك وأنت متبطئ فيه، على حسب حالة بقى النفسية وحسب توفيق ربنا. فما تقدرش انت تجمع بين محل العمل والمدة في وقت واحد، وإلا هيؤدي إلى النزاع، ينقضي بعد اليوم وبعدين تلاقي لسه ما خدش الثوب، تدخل تتخانقوا مع بعض. إنما انت تقول له خيط لي هذا الثوب الموديل الفلاني الطريقة الفلانية، خلاص ما تشروطش عليه مدة معلومة. لكن لما يجي يقول لك مثلا بعدي عليه بعد أسبوع، دي مدة كافية، لأن لو حصل له طوارئ 3-4 أيام عنده يومين يقدر يخلصه فيه، يعني تبقى مدة كافية. إنما ما تبقى مدة محصورة وعمل محدود، قد يكون المدة المحصورة دي الضيقة دي يحصل في أي شأن يشغله فلا يستطيع أن يوفي بالعقد، يبقى كأنك بتعجزه.
فلا يصح، لأن العمل قد يتقدم وقد يتأخر، أي شأنه ذلك، ولو قطع عادة بفراغ في اليوم خلافا للسبك. حتى لو كان الخياط ده راجل شاطر ويقول لك انا الثوب ده بياخد في ايدي 6 ساعات، خلص خبرته كده في حياته، حتى لو قطع بذلك برضه ما تحددلوش، ممكن ما تستقيمش له ال6 ساعات النهارده، يحصل له اي طارئ لانه ما يعرفش المستقبل ايه. ولو قطع عادة بفراغي في اليوم، لو قطع المستأجر، يعني المستأجر له، خلافا للسبكي. الامام السبكي رأيه في المسألة دي وهو خلاف المعتمد، لو كان الثوب صغيرا يقطع بفراغي في اليوم فإنه يصح، لو كان يعني حاجة بسيطة ومجهودها بسيط، وفي الغالب كده عند معظم كل الترزية بيعملوها في يوم واحد عادي عندهم، يبقى يصح. ده على رأي مين؟ الإمام السبكي، وهو ضعيف، هذا الرأي ضعفوه علماء الشافعي. والمعتمد ما قلنا، لأن العادة قد تتخلف، فقد يطرأ له مانع كمرض. نعم، إن قصد التقدير بمحل العمل وذكر النهار للتعجيل صح. لو كان قال له النهار نهار اليوم ده لا على سبيل الشرط بل على سبيل التعجيل لكن مش مشروط، ينفع، عشان ايه يعني إيه؟ لا يكسل، من باب ان هو يعني، لكن مش حطه شرط في العقد، كويس، ينفع. قوله اما بمدة، اي اما بتعيين مدة يمكن بقاء العين فيها غالبا، يعني انت هتأجر شيء معين متعين، اللي هي عيني يعني، مش هتأجر ذمة أو منفعة، هتأجر حاجة متعينة. لما الحاجة المتعينة دي هتأجرها لمدة معلومة، لازم تكون المدة دي ما تستهلكهاش، لأن شرط الإيجارة إنها لا تستهلك باستعمالها، كويس؟ فما ينفعش مثلا تأجر له ثوب يلبسه لمدة 10 سنين، طب ما هو هيدوب بعد سنتين. ما ينفعش، لكن اما يأجره شهر يمشي. واحد يستلف مثلا فستان فرح لبنته دلوقتي بيأجره فساتين الفرح، بيبقى ليله وخلاص ولا ليلتين ويرجعه، مش هيستهلك. انما ينفع يستلمه يأجره منه ويقول له لحد ما اجوز بنتي الصغيره بعد 20 سنه هجوز اختها الكبيره، وانا نادر ان نفس فستان اختها الكبيره هي اللي تلبسه الصغيره دي لما تتجوز، اشتريه بقى، يبقى اشتريه وما تأجروش، فهمت؟ يبقى نخش في عقد تاني يقول له اشتريه، لانه ممكن يحفظه في الدولاب السنوات الطويله دي، عت القماش يستهلك حتى لو ما اتلبس لمجرد حتى التخزين. يبقى بالتالي لازم الحاجه تكون المده صالحه للانتفاع وفي نفس الوقت لا يستهلك فيها، كويس؟ أي إما بتعيين مدة يمكن بقاء العين فيها غالبا، فيؤجر الرقيق 30 سنة ما لم يبلغ العمر الغالب. العمر الغالب اللي هو مثلا إيه؟ 60 سنة. ينفع عندك عبد عنده 60 سنة تروح تأجره يتوظف عند واحد يؤدي مهمة لمدة 30 سنة؟ هو عنده 60 أصلا. العمر الغالب بتاع أمة النبي من 60 للـ70 وخلاص، هو ده الغالب، يعني اللي بيعدي 70 نقول ده يعني عدى، مش دول قليلين، واللي بيموتوا قبل 60 برضه نسبيا قليلين، وان كنا الوقت مع الحروب واخر الزمان بقى موت الفجأة بجميع الاعمار، لان دي من علامات تقدم الزمان وقرب الساعة، لكن العادة الغالبة كده. وبالتالي الرقيق ده ممكن يكون الرقيق ده مثلا طبيب جراح محترم وهو عبد، يقوم ايه يتعاقد سيده مع مستشفى من المستشفيات ان العبد ده بتاعه اللي هو الطبيب ده يمسك له قسم الجراحة في هذه المستشفى لمدة 30 سنة. طب والعبد ده عنده كم سنة؟ اذا كان عنده مثلا 30 سنة ممكن نقول ما يجراش حاجة، 30 سنة وكمان 30 سنة يبقى يوصل سن المعاش بتاعنا عند الموظفين، تمشي يعني مدة خدمته كلها ياخدها في المستشفى، ما يجراش حاجة، ينفع.
واخد بالك ازاي؟ فيؤجر الرقيق 30 سنة ما لم يبلغ العمر الغالب، وإلا فسنة سنة. يبقى الإيجار يبقى إيه؟ سنة سنة. زي الوقت أنت بتعمل عقد في البلاد العربية، عقد عمل، ما هو ده إيجار، بيأجرك تعمل وظيفة. يعني علاقتك أنت لما بتسافر البلاد العربية تشتغل، عقد اسمه إيه في الشرع؟ عقد إيجار، واخد بالك إزاي؟ فبيعملها لك لمدة سنة، وممكن يعملها لك لمدة 5 سنين، لكن ممكن يعملها لك لمدة 30 سنة. صعبة دي، ما تنفعش، حتى مش مستسابة، يمكن حتى انت نفسك ما تقبلش، تقول لا ده انا عايز اشتغل لي 2 3 سنين بس اعمل لي قرشين كده اجي اتجوز واخد لي شقة وارجع اعيش في بلدي، انا مش عايز اعيش هناك كتير، ممكن فترفض. وبالتالي يبقى ايه العقود اللي بتتم دي كلها بينك وبين مصنع تشتغل فيه، بين يعني مصلحة حكومية تشتغل فيها، بين بلد عربي هتسافرها او بلد اوروبي، كل دي اسمها علاقات ايجارة، تقراها في عقد الايجار في الشرع، كويس؟ والا فسنه سنه. والدابه هتأجر جمل منه عشان يوصلك شغلك كل يوم، كويس؟ لان شغلك بعيد شويه ومحتاج يبقى الوقت في سياره مثلا، كان زمان يقول لك دابه بيأجر جمل او يأجر بغل مثلا او حصان على حسب بقى وجهته، ويقول لك انا لا مركبش جمل، ضهري وجعني افضل اعمل كده ما يستحملهاش، واحد تاني يقول لك ما يجراش حاجه، وهكذا تختلف. والدابه هنا هنحط مكانها عربي، دلوقتي بيأجر عربي، والدابه 10 سنين تمشي 10 سنين، والثوب سنه. يبقى 10 سنين ده مش كلام شرع على فكره، ده كلام تقدير للفقهاء يختلف باختلاف كل حاجه، واخد بالك؟ يبقى هنا مش بيقول لك شرع يعني يعني لازم الامام البيجوري زي ما قال الدابه تتاجر 10 سنين يبقى العربيه روح اجرها 10 سنين، لازم ما ينفعش 9 وما ينفعش 2 وما ينفعش، غلط. يبقى ده متروكه للعرف، واخد بالك؟ ده بيديك امثله. والثوب سنه او سنتين على ما يليق به. طب افرض القمشه بتاع اليومين دول الواحد بيلبسها 6 شهور بتدوب، يبقى ما ينفعش كلامه بقى. الثوب زمان كان هاند ميد وحاجات قويه وتعيش. انا عبايه جدي مثلا لبسها يجي 40 سنه وبعدين ورثها ابويا منه بقى يلبسها، وبعدين انا خدتها من ابويا لبستها لما زهقت وفي الاخر اديتها لراجل حبيبنا كده يلبسها، ولحد دلوقتي عايش عنده. ليه؟ لانها كانت معموله تمنها يمكن 8 فدان أرض. بتتغزل غزل باليد وتتعمل، كانت زمان حاجات كده تعيش متينه، مش زي دلوقتي تلبس البدله حاجات صيني بقى. البدله دي عامله زي الحقنه البلاستيك، تلبسها مشوار واحد انت رجعت تتقطع، فانت يبقى ما ينفعش بقى، واخد بالك؟ يبقى ايه؟ يبقى كلام الشيخ هنا ما بيتكلم. شوف بقى، الثوب دلوقتي في زماننا في الاقمشه الحديثه والاستعمال الحديث ينفع 10 سنين؟ يعني انت عندك حاجه لبستها 10 سنين كل يوم تلبسها ولمده 10 سنين وتعيش معاك، تبقى بركه، لان من علامات الاولياء ان ثوبهم ما بيدوبش، من علامات الولايه، بس الاولياء قليلين برضه، واخد بالك؟ فيبقى الواحد ياخد باله من الحاجات دي. يبقى دي حاجات بيديها لك امثله عشان يدي لك حس فقهي وليست احكاما قاطعه، خلافا لمن يقرا على غير الشيخ يفتكر ان دي احكام قطع، ولا طب وايه دليله؟ ايه الحاجات اللي جابها دي؟ وتروح قافل الكتاب الرشيع. ده هو الشيخ بيعلمك الفقه، بيعلمك الحس الفقهي، مش بيقول لك حاجات قاطعه، وبيكلمك على حاجات متعلقه بزمنه قد تتغير بتغير الزمان بس، فانت بيفهمك ازاي تفكر وازاي في عقد زي عقد الاجاره تمنع انك تاكل اموال الناس بالباطل، وفي نفس الوقت انك انت تعمل عقد فاسد شرعا، وفي نفس الوقت انك انت تاخد حقك وتدي لغيرك حقه، بيعلمك كده على بعضه. فانت لو وصلت بعد ما تقرا كتاب الايجاره مثلا في 10 صفحات ايه هي الشروط العامه وايه هي البتاع علشان تصيغها انت بقى في حياتك، لما تبقى انت بقيت فقيه، فهمت؟ انما ما ينفعش انك انت تاخد كل كلمه وتقعد لي عليها بقى، لان الشيخ بيننا وبينه 200 سنه
200 سنة تغيرت العرف وتغيرت الأدوات ووسائل الانتقال ووسائل اللبس والمظاهر، كل الحاجات دي تغيرت. والثوب سنة أو سنتين على ما يليق به. شوف قال لك على ما يليق به، يبقى فتح لك بقى. والأرض 100 سنة، يبقى عقد الإيجارة لابد أن يكون مؤقتا، مفيش عقد تأبيد، مفيش عقد تأبيد في الإيجارة. وعشان كده قلنا أيام زمان إن العقود المؤجرة والشقق المؤجرة أيام الثورة وعملوها تأبيدية والناس تورثها، قالوا إن ده غير شرعي. كل علماء الأزهر قالوا إن هذه العقود غير شرعية. ليه يا علماء؟ قالوا لأن دي عقود تأبيدية مش مؤقتة، وعقد الإيجارة والشرع فيه التأقيت، لازم تحدد مدة. ان شاء الله تقول لي 100 سنة، 100 سنة ما يجراش حاجة. تورثها الأجيال 100 سنة، عارف إن أنا بعد 100 سنة أحفادي هياخدوا الأرض دي، أو هياخدوا الشقة دي أو العمارة دي. عارف وخلاص. لكن كده هو تبقى متوارثة على طول، يبقى كده حرام. يبقى عقود الإيجارة لو أنت قاعد في شقة إيجار قديم وارثها من جدك وجد جدك وهي إيجار، يبقى أعرف إنك أنت بتتعامل بعقد باطل شرع، فلازم تبرر ذمتك وتسعى للحصول على موافقة الملاك، إما بتغيير العقد أو بتجديد الاتفاق أو بإنك أنت تسعى تاخد حتة تانية وتسيبها لأهلها، واخد بالك، عشان يتبرأ ذمتك، وإلا يبقى بناكل أموال الناس بالباطل. والأرض 100 سنة أو أكثر، المهم تبقى مدة محددة، وذلك متعين في المنفعة المجهولة القدر كالسكنة والإرضاع. المنفعة المجهولة القدر يعني طريقة استعمالك للشقة. ممكن تأجر مني شقة وهيسكن فيها راجل ومراته بس ومش مخلفين، استهلاكهم غير ما يأجرها راجل ومخلف 10 عيال، فيبقى المنفعة هنا مجهولة، طريقة الانتفاع مجهولة. هم هيقعدوا طول النهار هيستهلكوا كل الاوض ولا هيقفلوا اوضه مش هيستعملوها عشان يقول لك دي للضيوف، ويستعملوا اوضه ثانيه وما بيقعدوش، نادرا ما يقعدوا في الصاله ونادرا ما يدخلوا البلكونه، ده استعمالهم بقى نضيف بقى، ناس تانيين لا، ده طول النهار قاعدين واخدين السكه قياسه وبيستهلكوا الحاجه، تبقى تختلف. المنفعه مجهوله، واخد بالك، مجهوله القدر كالسكنه والارضاع. والارضاع انت بتاجر واحده ترضعها لك ابنك اللي مولود ده، هو انت الوقت بتقول لها رضعيه 200 سنتي كل ساعتين، هي هتقيسهم ازاي يعني، هتشوفهم ازاي؟ الواد هو بيلتقم الثدي يقعد يمصمص وما بيشبع بيسكت وخلاص، وتكرعه لك والواد ينام الحمد لله تمام. عرفت الواد رضع قد ايه؟ ما تعرفش رضع قد ايه، مش كده برضو؟ يبقى هنا المنفعه مجهوله، فهمت؟ انت بتشوف اثرها ان الواد شبع، لكن خد قد ايه ما نعرفش. فهمت بقى ازاي؟ ادي المساله كالرضاع. وسقي الارض برضه، سقي الارض يختلف، ما نعرفش كميه الميه المناسبه لكل نوع من الزرع وكل نوع من التربه، مش كده برضه؟ لان السكنة تقل وتكثر، وما يشبع الصبي من اللبن وما تروى به الارض من الماء لا ينضبط، فاحتيج في تقدير منفعته الى تعيين مده. يبقى اي حاجه المنفعه فيها مجهولة لازم احدد لها مدة بقى، عشان ما تبقاش مجهولة من جميع الجهات، مجهولة القدر ومجهولة المدة. الله، تبقى ايجارة ايه دي بقى؟ انت مش هتعرف تضبطها، فهمت؟ لازم تدور لضابط، ضابط عشان يبقى في عقد واتفاق، فالعقد والاتفاق معناه ضوابط. واعلم انه لو استأجره لعمل وقدره بمدة، زي الموظف يقول لك تيجي تمضي حضور 9 الصبح وانصراف الساعة 2، خلاص، يبقى استأجره هنا بمدة. واحيانا يستأجرك عمل يقول لك انا عايزك تيجي تنقل لي العفش ده من تحت للدور السابع، ما حددليش مدة، وحدد لي وظيفة اعملها، خلصها في ساعة، خلصها في ساعتين، في 3 ساعات، في يومين، مش مشكلة. فهمت ازاي؟ لكن الموظف في الحكومة
بيبقى مش مأجرك لعمل هتعمله معين النهارده، لا هو عايزك تبقى متواجد في الايام العمل، وهو لما يطرأ ليه احتياج لك هيبعت لك تشتغل، فتبقى رايح كل يوم مش عارف، ممكن يوم عندك زحمة شغل ويوم ما عندكش شغل خالص او نص شغل، لكن تبقى متواجد. فهمت بقى ازاي؟ كعلاقة الموظف بمصلحته. واعلم انه لو استأجره لعمل وقدره بمدة زمن الطهارة والصالة والسنن الرواتب مستثنى، يعني يقوم يروح يصلي ويخش يتوضى ويدخل الحمام ويفطر ويشرب كوباية شاي، كل ده أثناء العمل لأنه ده معروف عرفة ضمنا كده. فهمتني ازاي؟ مستثنى. انت بقى طالما ده مستثنى ما تزودهاش بقى، تيجي في يوم العمل بتاعك الصلاة يا سلام تطول الصلاة وتصلي كل السنن وتختم الصلاة الختام الطويل، كل ده يوم العمل. طب ويوم الأجازة تنقرها وما تصليش السنن كده، يبقى انت كده بتاخد جزء من الايه، من مدة العمل اللي هيستفيد بيه صاحب العمل. فهمت؟ بحجة ان هو الراجل محرج، انت بتعبد ربنا بقى، يقول لك ده راجل بركة، انا سايبه في المصلحة هنا مش عشان يؤدي عمل، ده راجل عابد، راجل صالح بركة. طب وليه انت تعمل كده؟ فاخد بالك؟ فيبقى انت تعمل الصلوات والسنن الرواتب في مدة يعني متعارفة انها لا مطيلة او لا طويلة او ولا قصيرة، يعني معقول بالمعقول. يعني يروحوا مثلا في بعض مصالح العمل يأذن ويقيم الصلاة بعد تلت ساعة. طب تلت ساعة دي أذن وصلي ركعتين وقيم الصلاة وصلي الفريضة وقوم بعد كده صلي السنة واختم ختام قصير وروح شفرح على عملك، الناس واقفة مستنياك. فهمت بقى؟ الحاجات دي كلها لازم نعرفها. لكن الموظفين ما قالوش باب الإيجار، فمعرفش علاقته بينه وبين العمل ايه، فمتصور ان هو كده بيرضي ربنا وهو بالطريقة دي ما بيرضيش ربنا. واعلم انه لو استأجره لعمل وقدره بمدة فزمن الطهارة والصلاة ولو السنن الرواتب، قال نوافل بقى مطلقة ولا قال سنن رواتب؟ يبقى مفيش بقى نوافل مطلقة. تعمل ايه في شغلك قاعد بصلي ركعتين لله؟ ايه الركعتين لله دي؟ في بيتكوا بقى، تقعد هنا على مكتبك، خلصت السنن الرواتب اقعد على مكتبك. فهمتني بقى ازاي؟ مستثنى شرعا ولا ينقص من الاجرة شيء. ما يجيش بقى صاحب العمل يقول له انت عندك ساعة كل يوم صلاة الظهر والسنن والوضوء هخصم لك ساعة من اجرتك كل يوم، ما ينفعش، ما يصحش صاحب العمل يعمل معاك كده. واضح؟ مولانا ذكر الصلاة ولم يذكر الجماعة. لا الصلاة يعني لو حب يصليها جماعة يصليها، حب يصليها منفرد هو حر. واخد بالك؟ على حسب المتعارف. رئيس المصلحة بيحب الناس تعمل ايه؟ افرض جه مثلا رئيس المصلحة قال لهم احنا الأيام دي يا جماعة عندنا شغل كتير والجمهور وده موسم، زي بتوع مثلا الضرايب يجوا يشتغلوا في موسم معين في السنة عليهم زحام. زي الوقت مثلا جهاز النيابة الإدارية عنده قضايا فساد متلتلة، بتجيله عربيات نقل كل يوم مليانة مستندات فساد وعايزين يدرسوها. فهمت ازاي؟ يبقى في الحالة دي بقى رئيس العمل هيقول لهم يا جماعة كل واحد يصلي جنب مكتبه ويقرب يقرب، مش فاضيين اليومين دول طوارئ. طيب الدنيا هديت والحمد لله ما بقاش في فساد والحكومة بتاعتنا بقت كلها أولياء صالحين ما شاء الله، خلاص يصلي السنة. واخد بالك من الحكاية دي؟ ربنا يسهل. ولا ينقص من الأجرة شيء. وكذلك السبت لليهود والأحد للنصارى والجمعة للمسلمين مثلا، كل ده ايه جايز تمشي. عشان كده تلاقي في بعض المصالح يقول لك اجازتنا يوم الجمعة، محل من المحلات واحد بيشتغل في السوبر ماركت يقول له انت اجازتك يوم كذا، خلاص ما يجريش حاجة. قولك أجرتك هذه الدار سنة وكاستأجرتك للخياطة أو للبناء شهرا، يبقى أحيانا تأجره لأداء عمل معين وأحيانا تأجره لمدة وقت معين. فإن قال لتخيط لي كذا أو لتبني لي كذا شهرا لم يصح. ما ينفعش بقى أجره وأقول له تعالى يا مقاول استلم الأرض الفضاء دي وادي الرسومات
وعايزك تنفذها لي تسليم مفتاح في خلال 6 شهور. ما ينفعش. ممكن يحصل ايه؟ اي حاجه في السوق، البضائع تتاخر، الحاجات ما يلحقش. يبقى تديله الحكايه، واخد بالك، ما تحددلوش بقى مده علشان ياخد راحته شويه. فهمت؟ فما ينفعش اجمع العمل والمده في ان واحد. يبقى هنخش في ايه؟ طب ممكن ان انا المده دي اعملها ليست شرطا في العقد ولكن لحثه على عدم التراخي. ينفع زي ما قلنا، لان لقينا ان الناس بتتراخى. نقوم نقول لهم ايه؟ نقول لهم مش شرط في العقد، لكن على فكره الغالب المشروع ده يخلص في خلال 2 سنين. واخد بالك؟ في الغالب. يبقى احنا هنستلمه منك بعد 2 سنين، اي تاخير بعد 2 سنين هيبقى في غرامه. واخد بالك ازاي؟ خلاص تمشي. ليه؟ طب وليه احنا ضفنا دي؟ ضفناها عشان وجود التراخي بين الناس الان. واخد بالك؟ هو يستحلوا اموال بعض ويعطلوا بعض، يبقى يجوز انك انت ايه تستعمل بعض الاشياء، لكن اذا حددت مده وعمل لازم تحدد مده طويله غالبا في معظم الاحوال تكون تمت فيه. فهمت بقى المساله؟ من باب العقوبة المالية، يسموها عقوبة مالية، ما هو النبي عاقب عقوبات مالية. القرش والدية، الشرع جاء بالعقوبات المالية؟ جاء بعقوبات مالية. لا، ليس في تقصير تحديد المدة يعني. يجي بقى هنا بقى عندما افرض ان احنا اتفقنا عقوبة مالية، وبعدين ايه التاني حصلت حاجات خارجة عن ارادته، حصلت حرب، وقفوا الاستيراد، وقفت المواصلات، العمال بقى مش موجودين علشان استدعوا الجيش وجميع الشباب راحوا تطوعوا ومبقاش لقى عمال وجات المدة. خلاص العادة في الغالب بيتنازل عن الشرط ده، لان بتبقى دي ظروف عامة بقى. فهمت ايه بقى المسألة؟ بس دي سهلة. كاستأجرتك للخياطة أو للبناء شهرا، فإن قال لتخيط لي كذا أو لتبني لي كذا شهرا لم يصح، لأن فيه الجمع بين الزمن ومحل العمل وهو مفسد كما علمت، إلا لو أراد التعجيل. واضح؟ قول أو عمل أو أي أو محل عمل، فهو على تقدير مضاف، والمعنى أو بتعيين محل عمل، وذلك يكون في المنفعة المعلومة كالخياطة والبناء. والحاصل أن ما لا ينضبط بالعمل يجب التقدير فيه بالزمن فقط، وما ينضبط بالعمل يصح فيه التقدير بالزمن، كأجرتك هذه الدابة لتركبها شهرا، أو بمحل العمل كأجرتك هذه الدابة لتركبها إلى مكة. وأما الجمع بين الزمن ومحل العمل كأن قال استأجرتك لتخيط لهذا الثوب في هذا النهار، فلا يصح ما لم يرد به الاستعجال كما تقدم. فهمت الحته دي؟ احنا بنشرحها في الكلام. قولك استاجرتك لتخيط لي هذا الثوب، فالخياطه هي العمل والثوب محل العمل، لان ممكن تفتكر محل العمل اللي هو العنوان، لا، محل العمل اللي هو الحاجه اللي هيعمل فيها. يبقى ايه؟ الخياط هيعمل في ايه؟ في القماش. يبقى محل العمل القماش. فهمت ازاي؟ والثوب محل عمل، ويشترط بيان ما يريد به من ما يريد من الثوب من كونه قميصا وهو غير المفتوح من قدام، او قباء وهو المفتوح من قدام كالقفطان المعروف، وبيان نوع الخياطة من كونها فرسية وهي التي بغرزة واحدة وهي المسمى في العرف بالشلالة، أو رومية وهي التي بغرزتين وهي المسمى في العرف بالنباتة. فعلم من ذلك أنه لو قال لتخيط لي ثوبا وأطلق لم تصح، لازم يحدد الموديل وطريقة الخياطة. واخد بالك ازاي؟ والتطريز اللي هيستعمله والخامات اللي هيستعملها نوعها ايه، كل حاجة بتفرق في السعر. كويس؟ يعني يحدد كل حاجة. قوله وتجب الأجرة في الإجارة بنفس العقد. إمتى تجب الأجرة في الإجارة؟ أنا أجرتك
شقة عندي في العمارة بتاعتي هتسكن فيها لمدة سنة وهتدفع أجرة كل شهر 1000 جنيه، بمجرد ما اكتب العقد ممكن اخد منك الأجرة كلها، ممكن اخد منك 12000 جنيه، ما هي لمدة سنة ممكن، بس ما استحلش انا ال 12000 دي الا 1000 كل شهر، فانا لا اتملك منها، لا اتملك منها الا ما قضيته من الأجرة، لان ممكن في اي وقت بعد 3 شهور تقول لي انا جالي سفر طارئ حمشي، يبقى ارجع لك الباقي. فهمت بقى المسألة؟ مش تملكت الكل، واضح؟ يبقى انا ممكن ان انا اخد الكل، اه ممكن، لكن لا اتملك الا بقدر ما ايه قضيت من المدة. يبقى اللي قضيته من المدة ولا اصرفه، واللي ما قضيتش من المدة لسه شايله في الدولاب امانة. فهمتني بقى ازاي؟ يبقى اخد انا ال 12000 جنيه دي اروح حاططهم في الدولاب، كل شهر اخد منهم 1000 اصرفهم في مصروف البيت، عشان اي وقت يجي يخبط عليا يقول لي انا والله هضطر امشي الوقت عشان استدعوني في عمل ما في مكان بعيد فمش عايز، نقول له خلاص انت سكنت عندنا 6 شهور ادي بقيت فلوسك 6000 اتفضل، مش هقول له اه اصل انا صرفتها اديني مهله بقى، واخد بالك؟ اه حضرها عشان اعمل العقد على سنه ممكن انا ارفض؟ لا ليه ترفض؟ لا هو لا اتفق معايا على مده معينه، لا لا ما لا مش ملزمه على فكره، مش ملزمة انك انت لازم تقول له لازم، هو العقد انه هيستعمل الشقة، هو هيسلمك الشقة خلاص، ادام هيسلمك الشقة خلاص، ولا انت ما فيش عندنا لوي دراع في الشرع الشريف، لوي دراع ده في القوانين الظالمة الحالية، انما الشرع الشريف ما عندناش لوي دراع، واخد بالك؟ الحكاية سهلة ليه؟ لان لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. فهمت ازاي؟ طب يا مولانا على اي اساس المؤجر ياخد كل يعني؟ افرض هو الراجل المؤجر يعني مش واجب عليك انك لازم تاخدها، فهمت ازاي؟ مش حصلها بمجرد العقد. طيب وطالما من حقه ان هو يحتفظ بها بمجرد العقد، لكن مش من حقه ان يتملكها الا شهر يعني بالقدر اللي استعمل فيه هذا، فإن وقف العقد في أي لحظة يرد له الباقي. طيب الباقي ده هو يحصله بناء على إيه؟ يعني نسميه إيه؟ أمانة. مدولك أمانة في إيدك، ومفيش أمانة بين المسلمين. طبعًا إحنا ما ننصحش كده في الزمن بتاعنا ده، لأن إحنا بقينا في زمان آخر الزمان أصبح الأمانة رفعت. خلاص ما بقاش في حد أمين، شاور لي كده على حد أمين. صعب نادر، إيه ده؟ ده انت ما تشوف حتى ناس حافظه القران ومصلين وبتاع وتدور عليه امين تلاقيه مشكوك في امانته برضه. طب دور كده على التقرير بتاع امن الدوله اللي فيه تلاقيه عمل شركات قبل كده وضحك على الناس وخد فلوسهم وما ردهاش. مش ياما شفنا ناس بدقون وخدت اموال الناس وكلتها بالباطل ومشيت. فهمتني بقى ازاي؟ لان الامانه رفعت. بقينا في زمن الامانه رفعت، يؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الامين، يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق. هي دي علامات تطورات اخر الزمان، ربنا ينجينا. لكن هذا لا يمنع ان امه النبي ما زال فيها الخير، لكن مش باين. مش باين، الخير اللي فيها مش باين، ليه؟ لان عم الشر. واصبح الخير كده مدفون. تنقب عليه تبحث عليه اصعب من انك تبحث على البترول. وتجب الأجرة في الإيجار بنفس العقد، هذا كلام مستأنف ذكره توطئة لما بعده، وعلم من ذلك أن الأجرة تملك بالعقد في الحال، ولكن ملكا مراعى، بمعنى أنه كلما مضى زمن على السلامة بان أنه استقر ملك ما قابله من الأجرة، فلا تستقر كلها إلا بمضي المدة. واضح؟ وإن لم ينتفع المكتري إن قبض العين أو عرضت عليه فامتنع لتلف المنفعة تحت يده في الأولى ولتقصيره في الثانية، فلو انفسخت الإيجار في أثناء المدة بتلف العين المؤجرة وجب قسط الماضي وسقط ما يقابل الباقي زي ما شرحت، وتوزع على كل زمن بحسب أجرة مثله،
يعني تقسمها على الأزمنة، وتستقر أجرة المثل في الإيجار الفاسدة بما يستقر به المسمى في الصحيح. افرض عقد الإيجار عقد إيجار فاسد بقى، عقد الإيجار اللي فات ده في عقد الإيجار الصحيح، طب افرض بقى في الإيجار الفاسدة، وتستقر أجرة المثل في الإيجار الفاسدة بما يستقر به المسمى في الصحيح. يعني افرض ان اجر لك الشقة وما حدد لكش سعر، دي بيبقى عقد ايجار فاسد لانه ما قاليش فيه اجر معلوم او ما حدد لكش مدة، فهم؟ والراجل سكت 3 شهور وبعدين بقول له اديني ما ادانيش، رحنا للقاضي قال لي انت ما حددلوش سعر، ده عقد فاسد، لكن تستقر الاجرة، واخد بالك، حسب ايه؟ العرف. نسأل بقى الحي الفلاني ده الشقة فيه بتتأجر بكام في الشهر، يسأل سمسار يسأل حد، ويبتدي القاضي يحكم بإيه. وتستقر أجرة المثل في الإيجار الفاسدة بما يستقر به المسمى في الصحيحة، لكن لا تجب الأجرة في الفاسدة إلا بالانتفاع. العقد الإيجار الصحيح تجب الأجرة في الحال بمجرد العقل، إن ده عقد صحيح، لكن العقد الفاسد ما تجيبش الأجرة في الحال، قدم يبقى ما يدفعش أول الشهر، يدفع آخر الشهر. إحنا العادة بتاعتنا في عقود الإيجار بنعمل إيه في الشقق؟ تدفع الإيجار أول الشهر، مش كده برضه؟ طب افرض العقد فاسد، يبقى في الحالة دي تدفع آخر الشهر. لكن لا تجب الأجرة في الفاسدة، افرض إن هو دفع لك أول الشهر، لكن بعد نص الشهر قال لك أنا همشي، أسيب الشقة. تدي له نص اللي دفع، فهمتني بقى ازاي؟ ما انك انت قبلته في الاول، يبقى تجب في اول العقد، لكن ما تستقرش في ذمتك الا بقدر مستعمل، فهمت؟ لكن لا تجب الاجرة في الفاسدة الا بالانتفاع، فاذا لم يحصل انتفاع لم يجب شيء. عقد الايجارة الصحيح، انت اجرت له الشقة وخد مفتاحها وبعدين ما فتحهاش، خد هو المفتاح وما فتحهاش، ما استعملهاش خالص، جات له سفرية بتاعه وما جاش قال لك انا مش عايز، يبقى تجب الاجر لانه شاغل العقار تحت حوزتي. في الفاسد، في الفاسدة، هو ما خدش المفتاح، عمل العقد وما جاش ياخد المفتاح، او خد المفتاح لكن ما سكنش، ما تجيبش الاجر، لان انت كنت ممكن تغير الكالون وترمي المفتاح خالص، فهمت بقى المساله؟ يبقى في فرق بين الفاسد بيبقى ايه، ضعيف، حكمه ضعيف، فالاحكام الضعيفه المتعلقه بالفساد غير العقد الصحيح بيبقى احكامه اقوى، فهمت؟ والله اشرف عليه، لكن الافضل انك انت ما تستحلش، لان ساعات يعني السيد احمد صديق الغماري كان بيعيب على الفقهاء العمل بالعرف كتير قوي، كان يعيب على الفقهاء ويقول دول ضلال، ياكلوا اموال الناس بالباطل من اجل العمل بالعرف، فهمتني؟ اذا كان يتخانق مع فقهاء الملكيه في المغرب عشان كانوا يتوسعوا في العرف، فالتوسع في العرف احيانا يؤدي الى اكل اموال الناس بالباطل برضه. وان كان في بعض المذاهب كانت تقول لك المعروف عرفا كالمشهور شرطا، لكن ليها ضوابط ما تاكلش فيها اموال الناس بالباطل، فهمتني ازاي؟ فاذا شعرت ان هو مش مسامح فانت الاحسن تبرئ ذمتك، واضح؟ افرض هو مسامح خلاص، ادم مسامح خلاص، مغلوب على امره، حاسس انه سايبه حياء، لا يحل، رجع له فلوسه، لان هي المفروض ان علاقة المسلمين مع بعضهم علاقة فيها محبة وفيها تواد وفيها تراحم، ولما تلاقيه حتى غلط في العقد وانت صاحب حق تقيله، اسمها اقالة، في درس اسمه الاقالة في الفقه، انك انت تقول له اقلتك يا سيدي خلاص ما يجراش حاجة، مش تقول له لا انت ماضي اهي امضتك حمرمتك في المحاكم، ده مش اسلوب المسلمين بقى، ده مش طريقة المسلمين، دي طريقة المجرمين، فهمت؟ فاحنا مش عايزين نبقى مجرمين، ف
فالتوسع في العرف زيادة عن اللزوم بلاش منه. لازم برضو تقيس ان العرف ده معقول شرعا، مقبول شرعا، ولا ده عرف اللي خلقه الاضطرار، واخد بالك ازاي، وقلة السكن او قلة البضاعة، فهمت ازاي؟ فما ينفعش انك انت تاكل اموال الناس عند الاضطرار، فهمت بقى المسألة؟ فلازم تراعي ان في اخرة وفي يوم قيامة، وان لا يحل مال المسلم الا بطيب نفسه، تراعي القواعد العامة دي اللي تبقى في وجدان المسلم عند التعامل في اي عقد من العقود، ايجارة وغير ايجارة بقى، في حياته كلها. لو وسع في العرف لكن بشرط عدم حصول النزاع، لكن لم ينظر للضوابط الفقهية المعروفة، لا لازم بقى في الحالة دي انا مع السيد احمد الصديق، يقول لك انظر لضوابط الشرع، لان ضوابط الشرع، لان الانسان حتى لو جهل حقه، لو جهل حقه فلم يطالب به لا يحل لك ان تأكل حقه، حتى لو جهل حقه. هم الاموال اليتامى دي بنحافظ عليه، ما اليتيم مش داريان بحق، عيل صغير، فهمت ازاي؟ بل الجاهل بالحق اشد مسؤوليه في التعامل معه من اللي عارف حقه. اللي عارف حقه ليه اسنان هيحافظ على نفسه، انما الا الجاهل الغلبان ده تبص تلاقي بتتصرف في اموال معتوه، في اموال مجنون، في اموال سفيه، في اموال صغير بسبب يتم او شيء من هذا. فالحاجات دي كلها تبقى مسؤوليتها اشد. ليه؟ لانك بتعامل ربنا اصلا. يعني المفروض ان المسلم بيعامل ربنا وحريص على الطعام الحلال، مش انتهازي بينتهز فرص. المسلم ما ينتهزش فرص، انتهازيين دول احنا عانينا منهم كتير، ولحد دلوقتي قاعدين من الناس سابت بيوتها وعايشه في الشوارع دلوقتي في كل بلاد العالم، قاعد عايزه تطالب على حقوقها. خلاص طلعوا من هدومهم وطلعوا من بيوتهم من شده الظلم يعني والمظالم، فاحنا مش عايزين نوصل نفسنا لهذا. الكلام ده مولانا ينطبق على العرف الدولي يعني؟ العرف الدولي ده فيه بقى كفار وفيه غير كفار، ما تقدرش تلزمهم بالشرع الشريف. ان خالف القواعد الاساسيه تعاملاتك الخارجيه مع الدول الاخرى راعي فيها العرف الدولي، لان انت لست لك سيطره على العرف الدولي. فهمتني بقى ازاي؟ بس لكن افرض ان العرف الدولي قالوا ان القوي ياكل الضعيف، تقول لهم والله الاتفاقيه دي انا مش حمضي يعني، لان احنا عندنا القوي لا ياكل الضعيف حرام، احنا عندنا في شرعنا حرام، واضح؟ فاي دوله برضو مش بتتفق، مش عامله شيك على بياض كده على العرف الدولي، بتشوف الاتفاقيات ايه والشروط ايه وتمضي توقع او ما توقعش، مش كده برضو؟ عادي. وتستقر أجرة المثل في الإيجارة الفاسدة بما يستقر به المسمى في الصحيحة، لكن لا تجب الأجرة في الفاسدة إلا بالانتفاع، فإذا لم يحصل انتفاع لم يجب شيء، فلو وضعه بين يدي المكتري أو عرضت عليه وامتنع من القبض إلى انقضاء المدة لم يجب شيء، وإن وجب المسمى في الصحيحة حينئذ. فهمت الفرق؟ نعم. لو قبض العين، أنا بقى رأيي الصحيحة والفاسدة سواء، لو ما انتفعش بيها رجع له فلوسه، لان احنا امرنا اننا مش متعامل بالعدل، احنا امرنا ان نتعامل بالاحسان، واضح الكلام؟ وماله يا اخي كون عبد الله المغلوب، مش كده برضو؟ مش ده الاحسان؟ خد بالك ان كتب الفقه بتتكلم في العدل، وكتب الاداب بتتكلم في الاحسان. انت منين؟ من اي طائفه؟ من اهل العدل ولا من اهل الاحسان؟ اهل العدل ربنا هينصب لهم الموازين، واهل الاحسان ربنا مش هيحاسبهم. انا بقول لك ما هيعاملك بمعاملتك للخلق، فاهم؟ عايز ينصب لك الموازين وتاخد الحق والمستحق، عامل الناس كده هتتعامل كده يوم القيامه. ما هي كده الحقيقة، كما تدين وتدان. شوف كلام النبي جميل، كما تدين وتدان. والقصص معروفة، الراجل اللي كان بيتجاوز عن المعسر وما عملش أي عمل خير خالص، أم ربنا قال له إيه؟ غفرت لك، تجاوزنا عنك عشان كنت بتتجاوز. طب والتجاوز ده مش كان إحسان؟ كان إحسان، ربنا عامله بالإحسان. فهمت المسألة؟ فيبقى في فرق بين كتاب الفقه وكتاب التصوف.
كتب التصوف بتعلمك الإحسان والمواساة والإيثار والفتوة والتضحية والحاجات الحلوة دي اللي احنا بننادي عليها بعد الثورة، واخد بقى فهمت بقى ازاي الحاجات الحلوة دي، ان الناس تتعاون على الخير من غير ما ينتظر مقابل. فين الناس دي؟ احنا عايزين المحسنين دول، هم دول بقى الحلوين. فيبقى كتاب الفقه بيعلمك العدل علشان ما تاخدش حاجة بالباطل، لكن خد بالك ان كتاب التصوف بيعلمك كمان مش كده وبس، التنازل، يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. يبقى الاسلام ده حاجة عالية، يبقى كتب التصوف فيها اخلاق، والاخلاق لا تنفصل عن المعاملات على فكرة. فيقوم ايه التفاوت بين الناس مهم، تاخد بالك ان في ناس بتتعامل بالحق والمستحق، وناس يقول لك انا ايه ما اخدش غير حقي وما اديش ايدي. خلاص ربنا هيعاملك برضو بالقسطاس المستقيم، هيقول لك انا اديتك عينين اتنين، شكر النعمة دي يساوي عبادة 1000 سنة، تعال انت عبدتني كم سنة، ده شكر نعمة البصر بس عايز عبادة 1000 سنة، وانت عشت 60 سنة بس ومت. طب وفين السمع وفين البصر وفين بقى وفين الاكل والشرب والزواج والعيال والمفاصل والحركة ده نعم كتير قوي، ما انت بتاع بقى الحق والمستحق، تعالى بتاع الحق والمستحق. فهمت بقى المسألة؟ علشان كده كان زمان العلماء يتعلموا الفقه ويتعلموا التصوف. فهمت ازاي؟ طب ليه؟ الفقه للفصل بين الناس في النزاع، والتصوف للتعامل مع الناس. فهمت بقى ازاي؟ يبقى الفقه نرجع له امتى؟ في النزاع، انما في المعاملات الحياتية لا، الاحسان هو ده اللي احنا بنتعامل بيه. فهمت بقى ازاي؟ يعني الفقه يقول لك لو خبط لك عربيتك تجيبه من قفاه وتوديه عند الراجل السمكري يصلح لك العربية ويدفع اجرتها، صح ولا لا؟ المسلمين اتربوا بتربية صوفية، لان الازهر كله كان صوفية. فيقوم المسلمين يقول لك ايه، المصريين يقول لك ايه، احنا ما نقبلش العوض، ده احسان بقى، لما تربي تربية تانية. الفقيه يقول له خد العوض، والمصري يقول ما اقبلش العوض، احسان، لان كان جده بسفح وراجل محترم فعلمه كده، احنا ما نقبلش يا ابني العوض، ربنا مش هيبارك لنا في العوض، فتربى فيه كده. يجي يقرا في كتاب الفقه يقول لك لا خد العوض، يقول لك بس جدي بيقول لي ما تاخدش العوض. طب وايهما اسوب عند الله؟ التنازل، يمشي بالتنازل. فهمت بقى المسائل؟ فلازم تعرف ان الفقه لا يغني، بل الفقه بدون تصوف يورث قسوه القلب. فهمت بقى؟ لو قعدت تقرا كده الفقه بس وما قريتش تصوف، يبقى قلبك قاسي، تبقى مصيبه سودة. فاوعى، لازم تاخد شويه تصوف جنب الفقه كده علشان ايه تبقى حلو كده جميل، الناس تعرف تتعامل معاك وتبقى كده يعني وجودك بركه. يوم الثلاثاء ان شاء الله. يوم الثلاثاء احنا كل يوم عندنا تصوف، احنا كل يوم كل لحظه كل نفس. مين ثلاثاء؟ درس البخاري ده تصوف، قعده الصبح تصوف، الفقه بتاعنا تصوف. التصوف الادب هو ده مهم، هو اصلا ربنا لا يقبل العمل الا بالادب اصلا. فهمتني ازاي؟ فايه حياتنا كلها هي كده. لكن احنا بنعلم الحاجات دي ليه؟ علشان فض النزاع. فهمتني ازاي؟ بس لفض النزاع. زي واحد من الصوفية بيسألوا من العلماء الاولياء بتوع زمان، بيقولوا له ايه نصاب ايه يا سيدي القدر اللي بتخرجه من مالك في الزكاة؟ قال له عندكم ولا عندنا؟ قال له وفي عندنا وعندنا وفي دينين؟ قال له ايوه في شرعين، في شرع الادب وفي شرع العدل، انتوا بتخرجوا ربع العشر، احنا بنخرج كله. فهمت؟ علشان كده انا مش مهتم اعرف ايه النصاب وايه الحول وايه الحاجات دي، انا اللي معايا وزايد بطلعه اول باول. فهمت بقى المسألة؟ فرق بين ده وده. فهمت؟
لو المجرمين بتوع الحكومة كانوا تعلموا الحاجات دي، كانوا حتى لو أخطأوا بسبب شهوات نفسهم وجم الوقت يحسوا إن الشعب كله غير راضي عما فعلوا فيه، كانوا ببساطة جدا يسحبوا كل أصيلتهم ويحطوها في خزانة الدولة ويقول لهم إحنا برايا يا شاكرين سلام عليكم، عشان يبرأوا ذمتهم حتى، مش يخفوا الأدلة ويخفوا الحسابات. لا لا، ده للمجرمين، ده شغل إجرام بقى، فهمت؟ في فرق بين بقى اللي عنده لسه نزعة خير، حتى لو أخطأ بيبقى قريب، حتى لو أخطأ وخطأ شديد بس لسه قريب، لأنه ممكن إيه يستسمح الناس، ممكن يحاول يعتذر، ممكن يرد حقوق للناس وهكذا. لكن دول بعاد قوي، حتى مش في بالهم، ده بيحرقوا الأدلة كأن مفيش يوم قيامة، كأن ربنا مش بصير بالعباد، يعني دي تصرفات كفار الله، وتلاقيه اسمه محمد، محمد يعمل كده؟ فين محمد اللي بيعمل كده؟ والتاني تلاقيه اسمه عبد الصمد، ما عبد الصمد يعمل كده؟ اللي هو حافظ قل والله احد، افرض مش عارف الا القران، من القران الا الفاتحه قل والله احد، وما يعرفش من الصالحين الا سيدنا محمد، تقوم تعمل كده؟ ما صليتش يوم جمعه في حياتك؟ سمعت انك انتم لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل؟ ما سمعتش الكلمه دي كده ولو في عزا وانت صغير؟ حاجه غريبه. فتبص تلاقي ايه؟ عالم اتطمست. يبقى عالم الطمس ليه؟ لانه ما اتعلمش لا الفقه ولا التصوف. فاحنا لازم نربي نفسنا ونربي اولادنا على الروح الحلوه دي، بحيث اما يبقى منا مسؤولين ويبقى منا وزراء ومنا حكام، يبقى برضو عنده حتى لو نفسه ضحكت عليه، لان الانسان برضو ممكن شهواته تضحك عليه، يبقى قريب. وسمعنا احنا عن كثير من الاولياء كانوا حكام، زي ابراهيم ابن ادم، ما كان من الحكام، أم لما حس إن ضميره أنبه مرة كده، راح خرج من قصره ومن ماله ومن حكمه وهاجر وساب البلد بحاجة، وساب كل ده للناس، وتنه ماشي من بلاد الله خلق الله، طلع من كل أمواله. النوعية دي لأنها كانت في يوم من الأيام وهي شباب صغير سمع الكلام ده، وبعدين بعد كده مع ممارسة الحياة نسي، وبعدين بعد كده في صدمة من الصدمات افتكر، إنما دول مهما اتصدموا بيبقى عنده 80 سنة و90 سنة وعاضد على الدنيا كأنه لسه ايه عيل صغير رايح الحضانة وفي ايده كيس شيبسي. حاجة غريبة. فلأنهم ما تربوش. الفرق بس انهم ما تربوش. لا فقه ولا تصوف، ما تربوش. فربنا ينجينا. معلشان كده يا جماعة أهم من تعديل الدستور خلق جيل جديد متربي. لأن هو ده اللي هيديم الروح بتاعة الانتماء والثورة، إن الأجيال تورث من بعضها الإحسان، وتورث من بعضها المراقبة، وتورث من بعضها حب الإيثار، وتورث من بعضها حب التضحية. حتى لو جالنا جيل دلوقتي راجل صالح كده وناس صالحين كلهم حلوين، طب ما هيموتوا، مين هيورث منهم؟ ما أنت لازم كمان تربي الأجيال عشان تنتقل، فهمت بقى المسألة؟ فلازم الحكاية دي. كل الناس بيتكلموا على كل التعديلات الا تعديل التعليم والتربيه. محدش جاب سيرته في جميع المنظرين. هي مع ان هي دي اللي هتخلي البلد تصلح الاجيال. الاجيال. يعني فاكر احنا لو ربينا وما عملناش الثوره العالم دي كلها ما يفوق السبعين، اقصى حاجه كمان 10 سنين هيموتوا. فهمت ازاي؟ الحكايه بسيطه يعني. اللي سبب 30 سنة يسبب كمان 10 سنين مثلا. لكن المشكلة اننا عايزين التغيير من غير ما نتغير، وبعدين ولو اتغيرنا ما بنغيرش اللي تحتنا اللي هيورث مننا، فهمت ازاي؟ فلازم يبقى الحكاية ماشية كده مترابطة. فلازم تغيير نظام التعليم او ثورة في التعليم والتربية، زي ما عملنا ثورة كده في السياسة والدستور ونظم الحكم، لازم. فياريت توصلوا هذه الأصوات للمنظرين المتكلمين الذين لا يعجزهم لفظ ولا قول، قاعدين طول النهار يتصلوا بجميع الفضائيات ويقولوا كل الكلام. فإذا لم يحصل انتفاع لم يجب شيء، فلو وضعه بين يدي المكتري أو عرضت عليه وامتنع من القبض إلى انقضاء المدة لم يجب شيء، وإن وجب المسمى في الصحيحة حينئذ نعم، لو قبض العين حتى انقضت المدة وجبت أجرة المثل في الفاسدة.
كالمسمى في الصحيح. يبقى لو هو قبض العين سواء فاسدة او صحيحة وجبت اجرة المثل. واضح؟ وان لم ينتفع لتقصيره حينئذ. واعلم انه يشترط العلم بالاجرة عينا في المعينة فتكفي رؤيتها، وقدرا وصفة فيما في الذمة. يعني الاجرة اذا كنت انت الاجرة هتديله واخد بالك مقابل هذا العمل هديلك سيارة، يبقى لازم تقول له السيارة دي ادي الحم متعينة يشوف. فهمت ازاي؟ عينا في المتعينة، او قدرا في اللي في الذمة. قول له هديلك 100,000، اجرتك عندي 100,000، زي ما تتفق مع محامي في قضية من القضايا هيترافع فيها. فتقول له والله لو جبت لي براءة هدي لك مثلا 1,000,000 جنيه. ما انت راجل بقى، احنا كلامنا كله دلوقتي بالمليارات والملايين، الحمد لله الشعب المصري بقى ربنا وسع عليه في الكلام. فتخش مع المحامي واخد بالك، المحامي يتفق معاك تقول هدي لك مثلا 3,000,000 4,000,000، خلاص الحمد لله باخده كويس. يبقى المهم تحدد ايه في الذمة، طالما في الذمة تحدد القدر. طالما في الذمة لو حاجة متعينة، متعينة تقول له انا عندي عزبة في اسيوط فيها 20 فدان، هعمل لك تنازل ليها مقابل انك انت تخلص لي القضية دي. يقول لك فين العزبة دي؟ في اسيوط. طب تعالى معايا بقى، نروح نسافر اسيوط ويعينها، لان دي متعينة بقى. فهمت؟ يبقى لازم المتعينة يشوفها بعينه، ولازم اللي في الذمة يعرف قدرها. فهمت بقى المسألة؟ واعلم انه يشترط العلم بالاجرة عينا في المعينة فتكفي رؤيتها، وقدرا وصفة فيما في الذمة، والقدرة على تسليمها في الحال. ولازم كمان في الحاجة اللي انت هتأجرها له يبقى عندك القدرة على تسليمها، مش تأجر له الشقة والشقة واحد ساكن فيها. ده تبقى نصاب بقى. ازاي واحد ساكن فيها وأجر له الشقة؟ فيبقى لازم عندي القدرة على التسليم. فهمت؟ فلا تصح إيجار الدار بعمارتها مثلا. تقول له أنا هأجر لك الدار دي مقابل إنك أنت تبنيها. خد حتة الأرض دي ابنيها دار، وتكاليف البناء دي هي الإيجارة بتاعتها. فهمت؟ ما ينفعش. لكن لازم تحدد له. تحدد له تقول له والله أنا هأجر لك الدار دي بـ 2000 جنيه في الشهر أو 5000 جنيه في الشهر. انت ابنيها وشوف اتكلفت قد ايه، وهنخصم كل شهر 5000 جنيه. ينفع دي الصوره دي تنفع. فهمت؟ لان انا حددت له الاجر. انما الصوره الثانيه هقول له والله شوف انت ابنيها وايجارها ببنائها. ما ينفعش. طب ما هيبنيها تكلف قد ايه؟ انا ما اعرفش هو مأجر قد ايه. طب والايجار ده يخلص بعد قد ايه؟ ما احنا ما نعرفش. فهمت بقى المساله؟ يعني انت ممكن يبقى عندك شقة مش متشطبت ومش قادر تشطبها، يجي لك واحد يقول لك والله الدهان انا هأجرها منك واشطبها لك واخصم تكاليف التشطيب من الايجار. فهمت؟ مش بتحصل حاجات زي دي؟ يقول تقول له خلاص، طب انت هتأجرها بكام في الشهر؟ ومستوى التشطيب كام؟ مستوى التشطيب ايه؟ التشطيب مستويات، لوكس سوبر لوكس عادي مش عارف ايه الحاجات دي. خلاص هيتكلف تشطيبها مثلا 60,000 جنيه، وانا هأجرها ب 3000 جنيه في الشهر، يبقى انت شطبها واسكن فيها بقد ايه؟ تسكن فيها 60,000 على 3000 يبقى كام؟ يبقى 20 شهر، مقابل انك انت تسكن فيها 20 شهر. شطبها واسكن فيها 20 شهر وما تدينيش حاجه، ويبقى انت كده تشطبها بإيجار ال 20 شهر. فهمت بقى المساله؟ دي تنفع، الصوره دي تنفع. واضح؟ فلا تصح إيجار الدار بعمارتها أو دابة بعلفها للجهل بذلك. برضو ما ينفعش أن أنا أجر الدابة بالعلف بتاعتها. يعني أقول له اديني العربية هأجرها ببنزينها وبإصلاحها. ما ينفعش. ما ممكن ما تبص منك، وممكن تبوظ وتحتاج عمرة، تبقى أنت اتظلمت. مش كده برضو؟ يبقى ما ينفعش. لكن ممكن تقول له إيه؟ أنا هأجر العربية منك
اليوم بمئة جنيه وهاخدها منك ثلاث شهور، والبنزين ابقى اقسمه من ايه؟ من الايجار. تروح انت تعمل له فواتير وتدي له في اخر الثلاث شهور فواتير البنزين، تقسم واليوم ب 100 جنيه، 100 جنيه في ثلاث شهور ب 9000 جنيه مثلا، واخد بالك ازاي؟ وخدنا جبنا بنزين في حدود 300 جنيه ولا 500 جنيه نقسمهم، تمشي الصوره دي تمشي. فهمت ازاي؟ انما ما ينفعش اقول لك ان انا هاجرها ببنزينها واصلاحها. طب ايه بنزينها واصلاحها دي؟ هو انت هتمشي قد ايه اصلا؟ ويمكن تمشي كتير او قليل، ويمكن ما تحتاجش تصليح، ويمكن تحتاج تصليح كبير، وهكذا. فما ينفعش، في جهاله. واضح؟ فلا تصح ايجار الدار بعمارتها او دب بعلفها للجهل بذلك. نعم، ان عين قدرا معلوما للاجره، يبقى عين قدر معلوم ثم اذن في صرفه خارج العقد للعماره او للعلف، صح، زي الصوره اللي قلتها لك. ولا يصح الاستئجار لسلخ شاب جلدها، ولا لطحن بر ببعض دقيقه او نخالته للجهل بثخانة الجلد وبقدر الدقيق والنخالة. يعني ما ينفعش ان انا استأجر جزار اقول له تعالى اسلخ لي الشاة دي، واخد بالك، وخد جلدها، لان ممكن جلدها يبقى لازق، ياخد منه مجهود كبير قوي، ممكن يبقى سهل، وممكن يبقى سميك، وممكن يبقى رفيع، ويبقى الجلد ده السميك ليه سعر والرفيع ليه سعر، ممكن يتخرم منه وهو بيسلخ فيفقد قيمته، ممكن ما يتخرمش. ما ينفعش، دي ايجاره فيها جهاله. فهمت بقى ازاي؟ وبرده ما ينفعش ان انا ااجره ان هو يعمل لي الدقيق ده مقابل ان ياخد النخاله بتاعته. طب النخاله بتاعته دي هتبقى قد ايه؟ ما ممكن يطلع نخالته قليله قوي لانه ده دقيق نقي، ممكن تبقى نخالته كثيره قوي وبالتالي ياخد اكتر من اللازم، وهكذا. فما ينفعش. فهمت بقى؟ ولا لطحن بر ببعض دقيقه او نخالته. برضه لما تيجي تطحن بر يعني قمح ببعض دقيقه، ما انا ما اعرفش ان القمح ده لما هيطحن هيبقى قد ايه؟ واخد بالك دي؟ وهيبقى قد ايه؟ اقول له هاخد ربع الدقيقه اللي هيطلع. طب انت ما تعرفش، لكن ممكن تقول له انا هاخد كذا كيلو الدقيق. يبقى حددت. فهمت بقى؟ او نخالتي للجهل بثخانة الجلد وبقدر الدقيق والنخالة، ولعدم القدرة على تسليم الاجرة حالا. برضه يبقى لسببين، للجهل ولعدم القدرة على التسليم. في عندنا سببين في البطلان، الجهل بالقدر وعدم القدرة على التسليم في الحال. ولا يصح الاستئجار ايضا لارضاع رقيق ببعضه. يعني مثلا ايه؟ اجيب واحدة ست مرضعة اديها الواد الرقيق الطفل اللي هو ملكي، او لا رضعيه مقابل ان يبقى ربع الواد ده ملكك. ما هو الرقيق ده بيتباع، ليه قيمة. ما ينفعش ده عقد، ده ما ينفعش. ما ينفعش ان انا اجر ايه؟ ارضاع رقيق ببعضه، الا ان قال ببعضه الان. لو قال لا ببعضه الان، انما ببعضه بعد ايه؟ في المستقبل لا. ممكن اقول لها ايه؟ هتنزل لك عن ربع قيمته دلوقتي. يبقى عرفت قيمته دلوقتي. الطفل الرضيع ده في سوق الرقيق بيتباع بكام؟ بيتباع ب 50 جنيه مثلا. ربعه ده يبقى قد ايه دلوقتي؟ فهمت بقى المساله؟ يبقى عارفه قيمته دلوقتي. الا ان قال ببعضه الان لترضعي او لترضعي باقي، والعمل المكترى له وهو الارضاع انما وقع في ملك غير المكتري تبعا لا قصدا، بخلاف ما لو قال ببعضه بعد الفطام او لترضع كل. يعني لما يقول لها ببعضه الان، يبقى هي دلوقتي اكتراها عشان ترضع ما يملكه، لكن هي كمان بترضع ما تملكه فيه. فهمت؟ لان هي ليها جزء منه. فيبقى في الحالة دي يقول لك ده ما يضرش. ليه؟ لأنه ده جاي تبع لده. الصورة دي تبع لده. على أي حال هي صور علشان بس تربي العقلية الفقهية، لكن مالهاش إيه؟ واقع عملي الآن، لأن ما عندناش إحنا رقيق الآن. وإطلاقها بخلاف ما لو قال ببعضه بعد الفطام أو لترضعي كله.
قوله وإطلاقها أي الإجارة، والمراد إطلاقها عن الحلول والتأجيل. طب نقف عند يعني إذا أطلقناها يعني لو أطلقنا الأجرة يعني لما نعمل العقد وما نحددش إمتى نقبض الأجرة، دي معناها إيه؟ يعني حددنا الأجرة وحددنا المدة وحددنا كل حاجة بس ما حددناش متى تستحق الأجرة. طالما ما حددناش متى تستحق الأجرة يبقى اسمها إطلاقها، واخد بالك؟ يبقى في الحالة دي يعني هنتكلم عليها المرة الجاية إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وإعداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.